ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضع كما العادة. كل إعادة في إفادة خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين واش سجلتوا في السجل الاجتماعي وشنو كتعرفوا على المؤشر. لابد تعرفوا أشنو قالوا لنا. أجوا معايا. عاك ترتلق الأوراق بلا فايدة، كاين اللي دا خنشة ديال الأوراق وإنما داكشي والو بلا فايدة. الرميد كان ساهل وكان بالنسبة للناس الأميين يعني راها سهل عليهم القضية، أما دابا قوت الوراق والناس ما فاهمة ما والو، ما كاين شي واحد اللي خرج باش يشرح لهم داكشي بالتدقيق، وتا واحد ما خرج باش يشرح لهم شنو هو المؤشر. داكشي علاش الناس دابا منيسة وما تيقاش، وهادشي راه باقي غامض. والتخربيق اللي دار هو جبتي النقاط هابطي راه تستافد، جبتيهم طالعين راه ما تستافدش، وهادشي راه الناس ما تهضمش لهم وما تصرتش لهم. وحتى هاد كلمة المؤشر راه ما فاهمينهاش وما خرجتوش باش تشرحوا لهم شنو هو هذا المؤشر. ما فهمتش انا هذا المؤشر بعدا كيفاش طالع. انا بعدا ما فهمت والو. خويا جالس معلي ما عندي لا طوموبيل لا دار لا شي حاجه، ما كان هي اللي نكسب، وفي الاخر المؤشر طالع حتى انا ما عندي والو، المؤشر طالع حتى كيفاش هادشي. اش يا خويا هذا هو الاشكال اللي كاين اللي كنقول لك. وهي كنطالب اخويا من زعما من الناس المسؤولين على هذه البادره هذه انهم يخرجوا يشرحوا الناس، يخرجوا باشهارات بزاف الامور اللي تقدر تشرح الناس اللي يعرف يفهموا ويعرفوا شنو هو المؤشر. فهمتي؟ باش بنادم يعرف شنو يدير ما يبقاش شالف، باش نسولوا شي واحد يعرف شنو كاين، مثلا بغى يعطي نصيحه ولا شي حاجه يعرف شنو كاين. وهذا ما كان اخويا كنطلب من المسؤولين انهم يشرحوا الناس شنو هو هذا المؤشر والامتيازات ديالو. باقي ما بديتش فيه، لان باقي سمعت في هذه القضيه ديال المؤشر ما عرفتش شنو معنى هذا المؤشر، واش كاين بصح ولا ما كاينش، وشنو غادي يطيحنا من تما تجمعوا الاوراق وداك الشيء، واش يخرجوا لنا شي خلاص ولا كاين شيء، ولا غيزيدوا علينا ولا نعودوا حنا خاسين شي حاجه اكثر من هذه السميه ديال المؤشر. ما عرفتش انا، ما دخلش يا راسي. متى كنت نتجمع تسمع الناس واحد تيقول لك ها حق المؤشر طالع، الاخر تيقول لك لا راه نازل، دوك شكون غنتيقوا؟ اذا مادام هما ما خرجوش عندنا ما هضروش معنا ما غنديروا حتى شي حاجه. لا غير كلمه لا نقول لكم تيشرحوا لنا وما يفهمونا شنو كاين، هذيك الساعه باش نبداو حنا نطلعوا الوراق. هادشي اللي بغينا، نتمنوا تكون شي حاجه ديال بصح. ما هادشي باقي ما شفنا منه والو، ما جاو عندنا ما فهمونا ما داروا لنا حتى شي حاجه، اذا ما نقدروش حنا نديروا شي حاجه. دابا الان دابا بنادم ما عارف شنو هو المؤشر، فهمتي؟ هذا صرا يشرحوا الناس شنو هو المؤشر، بنادم عارف دماغه، دابا بنادم راه امي فهمتي، شحال بنادم شنو هو المؤشر وهذه وشي. دابا راه خربقوا بنادم، دابا التوضيحات ما كيديروهاش فهمتي. شنو هو المؤشر بعداك؟ كاين اللي ما عارف لا مؤشر لا والو، فهمتي؟ بنادم مسكين تا هو راه باش يقول بنادم عندك المؤشر طالع هابط، واش ولا هو طونسيو؟ بغي نعرف هذا المؤشر شنو هو، بنادم مؤشر طالع ولا هابط، فهمتي؟ ما عارف واش هو طونسيو ولا باش طالع عليه السكر ولا طالع عليه. لا اله الا الله محمد رسول الله.